سعيدة جدا بالتكريم من قبل الأستاذ عفاف مجلة نجمة السعودية. أشكرها خالص الشكر، والمتسابقين اللي كانوا معانا ما شاء الله فنانين صراحة، لوحاتهم مرة حلوة، فكان المعرض جميل والحضور مميز والمعرض حلو موجود الجميع. شكرا لكم. سعدنا الليلة بحضور أمسية فنية فائقة الجمال والبهاء، واختيار الفائزين في مسابقة مجلة فنية، وتم تسليمهم جوائزهم. فنانين على مستوى راقي، لوحات وأعمال فنية تنطق بالجمال وتتحدث بالجمال، وأيضا تم تكريم الفنانة مطلوبة مديرة تناغم فن هذا الجاليري الجميل الذي جمع هذه النخبة من الفنانين والفنانات الذين ساهموا في إثراء الحركة الفنية التشكيلية الليلة بأعمالهم الجميلة. وهذا يدل الازدحام الكبير على نجاح المعرض ونجاح المسابقة ونجاح اختيار الفنانين الذين يستحقون التهنئة والتكريم بحول الله، ونراهم إن شاء الله من الفنانين العالمين. شكرا قناة جدة، شكرا الإعلامي الكبير حسن علوي على حضوره وتغطيته لهذه المناسبة الفنية الجميلة. طبعا اليوم يوم جميل لأستاذة مطلوبة، تستاهل التكريم. طبعا حتى نحن تكرمنا، شكرا للأستاذ عفاف نجمة السعودية إنها كرمتنا كلنا وكرمت أستاذة مطلوبة عشان المعرض الجميل اللي عملوه. وإن شاء الله إن شاء الله المرة الجاية حيكون الشغل يخصنا، يخص التصميم والأزياء إن شاء الله. شاركت في مسابقة مجلة النجم السعودية وفزت بالمركز الثالث، وهذه لوحتي. استخدمت الألوان الزيتية، اخترت الألوان الفرايحية باللون الأصفر والخلفية بحر. حبيت إنه تكون يعني مبتسمة والرسمة واقعية. فاستخدمت كمان هنا القماش من تصميمي، يعني ما نقلت الرسمة من مكان ثاني. وهذه مشاركتي، يعطيكم العافية، مشكورين.